ايه صبايا، هدول الكروسانات انا ضيوفي بكره بدهم يجوا. شويته ما رح يصير لهم شيء لتاني يوم، ومثل ما قلت لكم انا مغلفته هلا بنايلون. هذا بتحشي جبن اشقوان بطريقه القمع، تقدري تاخدي كؤوس حلوه تحشيها حشوه على كيفك. هذا هو رح اطالع لك اياه، شوفي هالمنظر ما اروعه، بكل سهوله رح يطلع معك مثل قالب، مثل قالب. شوفي ما احلى، بنقدر نحطه بهالطريقه. شوفي هالشكل الجميل، رح اطالعهم انا كلهم من القالب. شوفي بطالعهم بكل سهوله، ورح اطالع لك قطعه، شوفي ما احلاهم. وحده بتارت التفاح، وحده كل وحده شكل، وحده بزعتر، طبعا هذا القالب مثل ما قلنا فطيرة الجوز والزبيب. خليني اقسم هون قطعة افرجيكي بس الطراوي وهالشكل الحلو. شوفي ما احلى الزعتر، بدي افرجيكي الشوكولا، هذا هو من اروع ما يكون. فطيره التفاح بتعمليها بهالطريقه كمان، شوفي ما احلى هالشكل. تقدري تقسميها مثل اي قالب جاتو حجم مستطيل، وبتنوعي بالحشوات. انا هي نفسها بحشيها جبن اشقوان، بحشيها لحم، بحشيها خضار. انت تفنني، انا عم بعرض لك الطرق متعدده وانت اختاري المناسب. هدول هن فعلا شيء بياخذ العقل. اهلا وسهلا فيكي صبري.